السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع محلول فرض الفصل الثاني سنة ثالثة متوسط مادة العلوم الفيزيائية. نبدأ مع الوضعية الأولى. إذا يحتوي منزلك على أجهزة كهربائية، استطاعت تحويلها مبينة في الجدول التالي. إذا الجهاز عندنا تلفاز، ثلاجة، مدفأة، وآلة غسيل. استطاعت تحويل 1 كيلووات، 3 كيلووات، 2 كيلووات، و2 كيلووات لكل جهاز. ممتاز. إذا توفر شركة سونالغاز استطاعة قدرها، شركة سونالغاز توفر استطاعة قدرها شحال؟ 6 كيلووات. ماذا تعني هذه القيمة؟ إذا ماذا تعني هذه القيمة؟ بي ام دي هي قيمة ماذا؟ الاستطاعة المتوسطة المتوفرة. هي قيمة، حفظوها هكا، الاستطاعة كأنه معدل الاستطاعة المتوسطة المتوفرة، ما نطيقوش نتجاوزوها. توفر سونالغاز استطاعة قدرها 6 كيلووات، تعني هي قيمة الاستطاعة المتوسطة المتوفرة. السؤال الذي بعده، هل يمكن تشغيل كل الأجهزة في آن واحد؟ شوفوا الاستطاعة اللي عندنا المتوفرة هي 6 كيلووات، وهنا عندنا 1 مع 3 مع 2 مع 2، كون تجمعوهم شحال نصيبو؟ هنا يا 4، هنا 4، 8، 8. إذا لا يمكن 2، لا يمكن تشغيل الأجهزة في آن واحد. التعليل، لأن نديرو 2 كيلووات زائد 2 كيلووات زائد 3 كيلووات زائد 1 كيلووات، ماذا يساوي؟ يساوي 8 كيلووات، وثمانية أكبر كيلووات، أكبر من 6 كيلووات، وستة هي قيمة الاستطاعة المتوسطة المتوفرة التي توفرها شركة سونالغاز. للي بعده، هل يمكن صح أكمل الجدول التالي؟ شوفوا شو عندنا هنا، وحدة الزمن، وحدة الاستطاعة، وحدة الطاقة. إذا الطاقة ممكن تكون وحدتها الجول، ممكن تكون وحدتها الواط الساعي، ممكن تكون وحدتها الجول ولا الواط الساعي ولا الكيلووات الساعي، كيما الجول ولا كيلو جول، كيف كيف، ماشي كيف كيف، يعني قصدي من الجول نحولو للكيلو جول، ومن الواط الساعي نحولو للكيلووات الساعي، أمر عادي. إذا كانت وحدة الطاقة بالجول، معناتها وحدة الزمن راهي بالثانية، ديروها في بالكم. كي تكون وحدة الزمن بالثانية، الوحدة تاع الطاقة تخرج لنا بالجول، وحدة الاستطاعة تكون بالواط. ثانيا، كي تكون وحدة الاستطاعة بالواط ووحدة الزمن الساعة، وحدة الطاقة شا تكون؟ تكون واط ساعي، واط ساعي. دروك هنا راه عندنا كيلووات ساعي، كيلووات ساعي معناتها وحدة الاستطاعة راهي بالكيلووات، هذا مكان، والساعة راهي بالساعة، الزمن بالساعة، تكون في الثانية إلا إذا كانت هنا بالجول. نعاودو، كي تكون وحدة الطاقة بالجول، وحدة الاستطاعة تكون بالواط، والزمن يكون بالثانية. كي تكون بالواط الساعي، هذا يكون بالواط وبالساعي، شغل الواط مع الساعة، ها هو الواط الساعي. كي تكون هنا بالكيلووات الساعي، الساعة راهي قاعدة هنا نورمال هذي، والكيلووات تاعها هادي، كيلووات ساعي. هذا مكان عمرنا الجدول. إذا نلتقي للسؤال الذي بعده، تشتغل الغسالة بمعدل 3 ساعات يوميا، صح؟ احسب الطاقة المحولة في الثلاثي بالكيلووات الساعي ثم بالكيلو جول. إذا حساب نديرو، إذا كتبت العبارة فقط، حساب الطاقة المحولة في الثلاثي بالكيلووات. واش معناتها الثلاثي؟ ثلاثي معناتها 3 أشهر، صحيح؟ لأنه كل 3 أشهر تجي الحساب تاع الطاقة المستخدمة في المنازل. 3 أشهر، حنايا حساب الطاقة المحولة، العبارة تاع الطاقة شنو تساوي؟ أو تساوي بي في تي. بي هي الاستطاعة وتي هو الزمن. حنا الزمن عندنا 3 أشهر، 3 أشهر، إذا نقولو تساوي، نحوسوا كل وحده شنو تساوي. البيشه عندنا غير بنوريلكم شنو تساوي. غساله، هاي الغساله هنا تساوي 2 كيلووات، صاي نحطوها على جهه ونحوسوا على الزمن، 2 كيلووات،
صاي باقي الزمن تي شي يساوي. اذا انت راه 3 اشهر، ها 3 اشهر، شهر شحال فيه من نهار؟ فيه 30 يوم، 30 يوم، ها 30 يوم. في النهار شحال تخدم من ساعه؟ 3، هاي 3 صاي. اذا 3 اشهر في 30 يوم في 3 سوايع، باش نصيبوا الزمن شحال؟ اذا نحسبوا 3 في 30 في 3 تساوي 270. 270 نعاودوا، هذا 3 تاع 3 اشهر، علاه حنا خيرنا 3 اشهر؟ باسكو ما قالوا لنا ثلاثي، ها وراه السؤال. ثلاثي في الثلاثي تاع العام يعني 3 اشهر، والثلاثة الزوجة هذه 30 يوم، الشهر فيه 30 يوم، والثلاثة هذه الثالثة تاع 3 سوايع، 3 سوايع في النهار، 3 سوايع في النهار في 3 اشهر، هذا هو الزمن. شحال خرجت لنا؟ 270 ساعة. دروك نطيقو نحسبو الطاقة شحال تساوي. تساوي 2 في 270، 2 تاع الكيلووات في 270، شحال تخرج لنا النتيجة؟ 270 ضربوها في 2، 540 ماذا؟ 540 كيلووات ساعي. كيلووات ساعي، كيلووات ساعي. دروك حسبناها بالكيلووات، بصح هما تاني قالولنا تاني حسبوها بالكيلو جول، تاني حسبوها بالكيلو جول. اذا دروك بالكيلو جول شا قلنا الساعة؟ قلنا بلي كي نحسبو بالجول لازم تكون ماشي ساعة، ثانية، بالثانية. فلنا الوقت يتبدل، لازم نزيدو نضربوه فاش الساعة شحال فيها من ثانية. الساعة هاي واحد ساعة، كون نشوف شحال فيها من دقيقة نضربوها في 60، تعطينا 60، نزيدو نضربوها في 60 باش نشوفو شحال فيها من ثانية، طحنا 3600 ثانية. تسمى هادي نزيدو نضربوها في 3600 ثانية، تسمى هادي نزيدو نضربوها في 3600 ثانية، ماشي نعاودو يعني، على قصدي انو نختزلو مباشرة نضربو هنايا، ولا مباشرة نضربو هنايا، خاطش الضرب تبديلي، نضربو هنايا مباشرة. إذا بي تساوي 540 في 360. اللي فهم علاه ضربنا هنا مباشرة يضرب ويحسب يصيبها بالكيلو جول، اللي ما فهمش يعاود يروح يبدل الوقت، الوقت هذا هنايا يبدله. ها نحسبو شو هذه شحال خرجت لنا، تبعوا معايا. في 540 تساوي، شوفوا النتيجة شحال، 1,944,000 كيلو جول، 1,944,000 ألف كيلو جول. ولا اللي ما عرفش عليها ضربت مباشرة هنا يروح يضرب هنا في الوقت، قلنا باللي باش نصبوها بالكيلو جول لازم الطول يكون بالثانية، يعني 3 أشهر في 30 يوم في 3 سوايع في 3600 ثانية. ما حسبوها، 3 في 30 في 3 في 300، شحال خصنا، شحال صبنا من ثانية، ممتاز. هذي فاش نضربوها؟ نضربوها في، اذا نضربوها في 2، ضربتها في 2 شوف شحال خرجت لي، ضربوها في 2 تخرج لي هذه اللي مباشره انا ضربت هذه في هذه في هذه، غير كيف كيف الضرب، لانه الضرب عادي يعني تبديلي، انا حسبتها بالجول. السؤال الذي بعده، احسب تكلفه تشغيل الغساله في الثلاثي اذا كان ثمن الكيلووات ساعي يقدر ب 3 دينار. دوك حنايا شحال صبناها بالكيلووات ساعي؟ 540 كيلووات ساعي. دوك حساب التكلفة، حساب التكلفة، تكلفة ماذا تساوي؟ تكلفة، تكلفة تساوي سعر الكيلووات، سعر الكيلووات الساعي في الطاقة المحولة، يعني في شحال من كيلووات في الطاقة المحولة بالكيلووات الساعي، بالكيلووات الساعي، واللي تساوي شحال عندنا حنا، شحال صبناها هنا؟ 540. إذا تساوي 540 في 3، 3 ماذا؟ 3 دينار. إذا وتساوي 540 في 3 دينار تساوي 1620 دينار جزائري، 1620 دينار جزائري. هذا ننتقل الآن للوضعية الثانية. قام تلاميذ السنة الثالثة متوسط في حصة الأعمال المخبرية بتركيب المخطط التالي، ركبوا هذا المخطط. شعنا في هذا المخطط، عنا قاطعة، مولد، أمبيرمتر، جهاز أمبيرمتر، عنا مصباح، وعنا هنايا جهاز فولتمتر مربوط على
تفرع، ممتاز. أعد رسم الدائرة ثم حدد عليها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي. أنتم عاودوا رسموا هذه الدائرة وحدوا عليها الجهاز، حدوا عليها الجهة التيار. أما أنا فمش غادي نعاود نرسمها غير هنا ونحدد عليها. إذا التيار الكهربائي من يكون من الموجب للسالب، إذا التيار الكهربائي غادي يكون هاك. كترت معليش، لكن يكون من الموجب للسالب، هذا مكان صح. سمي العناصر المرقمة، هيا نسمو العناصر المرقمة. هذا فيه اذا هذا جهاز امبيرمتر، جهاز انتوما ما ديروش كيما كان، انتوما كتبوا واحد ديروا سهم جهاز امبيرمتر، زيدوا لي مرقمة. هذه اثنين كاين في جهاز فولت متر، اثنين جهاز فولت متر، ثلاثة هذا مصباح باينة، ثلاثة مصباح، ربعة مولد، هذا عم داير له سهم هنا هكا، هذا ربعة مولد. صاي سمينا العناصر المرقمة. ما دور كل من العنصر واحد واثنين وكيف يتم ربطهما في التيار الكهربائي؟ إذا نديرو هنايا واحد، دور العنصر واحد، العنصر واحد اللي هو شاهولة، هو الامبيرمتر. جهاز الامبيرمتر دوره هو قياس شدة التيار الكهربائي، هذا مكان دور العنصر واحد قياس امبيرمتر، شنو يدير؟ يقيس شدة التيار الكهربائي، قياس شدة التيار الكهربائي. كيف يتم ربطه؟ عقلوا باللي الامبيرمتر يربط على التسلسل، ديجا شوفوا راه مربوط على التسلسل، ها هو التسلسل مع المصباح، يربط على التسلسل، هما قالوا لنا كيف يربط، يربط على التسلسل. اثنين دور العنصر اثنين، دور العنصر اثنين اللي هو هذا، هذا ما هو؟ هو جهاز الفولتمتر، ما دوره؟ يقيس التوتر، ماشي التيار الكهربائي، لا التوتر، التوتر الكهربائي. قياس شدة التوتر الكهربائي. كيف يربط؟ كيفاش راه مربوط هنايا؟ مربوط على التفرع، يربط على التفرع، صح. كملنا مع هذا السؤال، نروح السؤال الثاني. احسب القيمة التي يقيسها العنصر واحد اللي هو الامبير متر، إذا علمت أنه أشار إلى التدريجة 25 سلم 100 باستعمال المعيار 5. كيفاش نديرو هنايا؟ حساب شدة التيار الكهربائي، حساب ولا حساب القيمة التي يقيسها العنصر، حساب القيمة التي يقيسها العنصر واحد اللي هو جهاز الامبيرمتر. كاين قانون شي يقولك، يقولك بلي القيمة اللي هي شدة التيار ماذا تساوي؟ تساوي القراءة اللي نقراوها، اللي هما هنا قراوا التدريجة، أشار إلى التدريجة 25 في ماذا؟ في المعيار، معيار هما يعطوهولنا ها هو المعيار 5، نقسموهم على السلم وتساوي، قرينا 25 المعيار طاوهولنا 5 والسلم 100، ماذا يساوي؟ غادي يخرج لنا واحد، 25 في 5 تساوي 100، عفوا 25 في 5 تساوي نسي لا ميخرجلناش واحد، عفوا قسمة 100، 1.25 إذا يساوي 1. إي اللي هو التيار الكهربائي، يساوي 1.25 ماذا؟ أمبير، 1.25 أمبير. قسنا شدة التيار، نديرو الزوجة. احسب قيمة التي يقيسها العنصر 2، دروك نروحو للفولت متر، إذا علمت أنه أشار إلى التدريجة 180 من سلم 400 باستعمال المعيار 10 فولت. إذا نفس الشيء، إي يساوي اللي هو التوتر، دوك الساعة كنا نحوسو على التيار، دوك نحوسو على التوتر، يساوي التدريجة اللي قريناها 180 في المعيار اللي هو 10 قسمة السلم اللي هو 400، ويساوي 180 في 10 تساوي قسمة 400 تساوي 4.5 ماذا؟ فولت، إي يساوي 4.5 فولت.
هذا مكان. وهكا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو، لافان تاع السوجي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اللي عجبكم ما تنساوش دركوا على زر الاشتراك، على زر الاعجاب، تشتركوا في القناه وتكتبوا تعليق. تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو جاي.